شو نسوي؟ تعلمنا بعد. نقول خير، شو نقول؟ اكو شيء؟ اي ما نقول، اي هاي الحمد لله والشكر. ما عندنا سيطرة بعد. احنا تشتغلون؟ لا والله قاعدين على الطاقة. والله. هاي يروحون شغل ما اخوين هو الشغل. وهاي المتظاهرين اللي الباقيين هناك، احنا عندنا شروط ممجوجة. شروط موضوع هسه يعني تقول له بشر انه ما اريدك. السوم علي الجاه بالشارع يقول لك ما اريدك ما سوى. ما اريدك يعني مره مرتين يصير عنده فيهم يعني انه هذا ما يريدونه. انت بعد على اليمين هاي وحده، وحده الثانيه انه سياسينا وحكومتنا بصوره عامه لانهم ما عندهم لا حس وطني ولا حس سياسي ولا حس ديني. مستحيل. هسه احنا عندنا هنا هواي خريجين والله العظيم، هسه هنا بالسوق موجودين خريج ها عيني يخلص دراسة ما يلقى لا تعيين لا يلقى وظيفة لا يلقى شيء، شو يسوي؟ يروح يجي هنا يشتغل ويانا بالسوق.